بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، ما حقيقة حزب البحر وما علاقته بقضاء الحاجات وتفريج الكروبات؟ عنوان جميل رأيته في مقاطع متعددة لبعض الناس، ما بين محق ومبطل، لكن لفت انتباهي هذا لأني لي تجربة خاصة مع حزب البحر، وهي وعمره أكثر من 40 سنة، يعني منذ كنت صغيرا وأنا أقرأ حزب البحر، ولمست ثمرات حزب البحر وتحدثت عنه في قصة كتاب. ما هو حزب البحر؟ عبارة عن أذكار تبتدئ بأسماء الله الحسنى، اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، ثم التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وأنه ربنا وأنه حسبنا، التجاء بالعبودية لله سبحانه وتعالى، فهو دعاء وذكر. ثم بعد ذلك الأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة، ولكنها صيغت بطريقة منظمة سهلة بحيث تحفظ ويمكن قراءتها. ما السر فيها؟ من أين جاءت؟ أصل هذا الباب التعبد بالأذكار جاءت به الشريعة على سبيل الإطلاق، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يرد الدليل التقييد كما هي القاعدة. ورأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمرهم بالأذكار وأمرهم بالتلبية وقال خذوا عني مناسككم، رأينا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في التلبية، فعلمنا من فعلهم وصنيعهم أن الزيادة في الذكر إذا كانت من جنس ما جاء به الشرع فهذا مسموح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي دعا في الصلاة وذكر الله تعالى رأى 34 ملكا يبتدرونها، إذن هذا حسن. وأصحابه بعد ذلك فهموا هذا الأمر، ولكن حينما رأى إنسانا يزيد في الذكر ما يخالف الدين وقال مثلا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكت هو ما ملك، زجره النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا مخالف دين الإسلام. والأخرى تقول هذا وفينا نبي يعلم ما في غدي، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتكلم بما يخالف ديننا. بينما باقي الأذكار رأينا الصحابة تساهلوا في هذا الأمر، ففهم العلماء والصالحون والأولياء أن هذا الباب مفتوح، بل وجدنا حتى ابن تيمية هذا الشيخ الإسلام الحاصل الوحيد للفرقة الوهابية وجدنا له أذكار خاصة وأذكار لم ترد، ويتكلم عن فضائلها بأعداد معينة كما تحدثنا عن هذا في تسجيل سابق لا أريد أن أكرره. فحزب البحر هذا قصته، أذكار مسموح بها. طيب كيف حصلت أول مرة؟ واحد اسمه أبو الحسن الشاذلي من كبار العلماء من كبار الصالحين من كبار الأولياء، كان يعد آنذاك للمناظرة، يعني من كبار علماء الكلام، وكان فقيها مالكيا وقد درس عليه الكبار. تصور القاضي عياض وهو أسن منه ربما 20 سنة، ابن الحاجب وهو أسن من شيخنا ابن الحسن بأكثر من 20 سنة، يقرأ عليه كتاب القاضي عياض. فالكبار والصغار أخذوا عن هذا الرجل، أخذ عنه العز بن عبد السلام، أخذ عنه الشهاب القرافي، أخذ عنه مكين الدين الأسمر، كل هؤلاء ألقاب علمية عظيمة جدا. هذا الرجل العالم الجليل كان في البحر، فدعا الله سبحانه وتعالى، كانوا في كرب وكذا، فدعا الله سبحانه وتعالى فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فلقنه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأذكار فقالها، فالناس وجدوا لها فوائد. طيب هذا منام، هل عليه حكم شرعي؟ أبدا لا ينبني عليه حكم شرعي، لكنه من جنس ما جاء به الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب إذا أحدث فيه ما هو منه إذن هو مقبول. المهم دعوكم من هذه القصة وقصة حزب البحر، تحدثنا عنها سابقا. وجدت شيخا يعني لحية ما شاء الله طويلة، والشوارب هكذا قد حلقت، ويظهر يقول إيش يعني عليه أن سيما التدين. فيسأل
أو هو افترض هذا السؤال لا أدري هل هو سأل، غالبا لم يسأل لأن الناس لا ترسل أسئلة مثل هذه إلى أمثال هذه الأشكال. فبدأ يبدع وكذا ويضلل، وحتى يصل به الأمر إلى اتهام من يفعل هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قصر في البيان وكان على النبي أن يبين، فأنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام. نفس جرثومة داعش. جرثومة داعش، كلمة جرثومة في اللغة يعني الأصل، أصل الشيء، فكلمة جرثومة ليس مقصود بكتيريا، بكتيريا جاءت بعد ذلك. نعم، فجرثومة الفكر التكفير يعني أصله من أين جاء؟ جاء من هذه النظرية التي عندها سطحية عجيبة، تفسيق وتبديع واتهام لنا بأننا نتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قصر في البيان، بينما لو جلس وسألنا بأدب لأجبناه الجواب العلمي إذا كان يبحث عن الحقيقة، أما إذا كان من أهل الهوى فلن تفلح معه شيئا. لفت انتباهي اسم الشخص فقلت أبحث عنه، فوجدت ما دراسته ما كذا ما قال والله شوف العدد، درس تخرج دبلوم لصنص في الخدمة الاجتماعية، خدمة اجتماعية الله يخرب بيتك، تتكلم عن في 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 قضايا علمية وأصولية وتتهم الناس بالبدعة وتخرج الناس من دينها وتتهمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيّن. قال وقرأ على كبار علماء مصر، تدليس من كبار علماء مصر، تجدهم العدوي وأمثال العدوي. قال وذهب إلى ما عرف وين، وأعطي درجة الدكتوراه الفخرية، يعني ما درس ولا تعلم ولا أخذ دكتوراه، إنما في جماعة معينة من الجماعات الممولة أعطته الدكتوراه الفخرية فهؤلاء يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى ويتهمون المسلمين وأئمة العلم والهدى والتقى، يتهمونهم بالبدعة في دين الله سبحانه وتعالى. فأقول كما قال الشاعر يقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفرس. متى يفهم عنا الناس بأن اللحية ليست مقياسا للحق حتى وإن كان الشارب محلوقا؟ اللحية سنة في قول بعض العلماء وواجب في قول أكثرهم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نفعلها، ولكن ما قال أحد من العالمين هي مقياس الحق. الدراسة دبلوم خدمة اجتماعية والمهنة أن أعلم الناس الدين وأنا جاهل فيه، يا جماعة هذا الأمر يجب أن يتوقف، هذا الأمر يجب أن يتوقف. الأمة عليها أن يكون عندها مقياس ومعيار تبحث فيه عن الحقيقة. هؤلاء الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. إذا نجيب عن السؤال ما حقيقة حزب البحر وما علاقته بقضاء الحاجات؟ هو ذكر لله تعالى مشكل من أدعية تبتدئ باسم أسماء الله الحسنى وتختتم بالأذكار الواردة في السنة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مثل أعوذ بكلمات الله التامات، فيها الحواميم يعني بداية من كتاب الله سبحانه وتعالى، والقرآن هو المتعبد بتلاوته، وأجزاء من سورة ياسين وأشياء من هذا القبيل. ما علاقته بقضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ نعم، يقضي الحاجات ويفرج الكربات لأنه دعاء، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما الذي فرج الكربات؟ حزب البحر؟ لا، الذي فرجها هو الله سبحانه وتعالى. كيف فرجها الله تعالى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما الدليل على أن حزب البحر نافع؟ الدليل هو التجربة. ما الدليل على صحته؟ أنه من
سنة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ما الدليل على أنه ليس بدعة؟ الدليل فعل الصحابة وزيادتهم في التلبية وأذكار من هذا القبيل. هذا لمن يبحث عن الحقيقة، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.